هاي يا جماعة، النهاردة اليوم الأبل اللي هسافر فيه، يعني مسافرة بعد بكرة الصبح، فقلت أخدكم معايا آخر كام يوم تشوفوا الحوار وكده. دلوقتي هروح أشوف صحابي، بس الأول هروح أجيب نظارة لسه جايباها جديد، هاخدكم معايا. شايفين النظارة؟ Oh my god, I am actually so excited and now I can see. عشان كنت سايقة هنا وانا اصلا شبه مش شايفة حاجة. Oh my god, مبسوطة قوي. وصاحبتي اتصلت بيا هزقتني عشان متأخرة، فلازم اروح بسرعة. طبعا المين اوفيس في اكتوبر. دي هو سامع الاوفيس كده؟ ايه ده؟ طب انا هقول ايه لما تتصوري؟ حبيبة احنا بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي مع اصحابي عشان اقولكم ان انا عندي ايه؟ يعني على فيديو ايه؟ ميني ريونيون. شوفي اي حاجه. انا دلوقتي مع اصحابي عشان تعرفوا ان انا عندي اصحاب. لو صورتي اوريهم اصحابي، هما بيكلموني عادي يعني. لا انا ما يستبدل انا مش بيكلموني عادي، بس صحابي برضو وبس. مسافرة بعد بكرة زي ما انا قلت لكم. بس خلاص خلاص يا جماعه، مش مهم انتوا بتقولوا ايه. انتوا وحشيني، انتوا وحشيني. هحشكوا قد ايه؟ كتير قد كده تقريبا. انا مش عارفه اصلا ده فيديو ولا ده. اخر يوم في مصر، بس هنمشي الكلب لاخر مره لحد السيف حرفيا. استنى، انت رايح فين؟ اخر مره في لحد السيف، وكمان هنطلع نشوف الشمس عشان الشمس هتوحشني. شويه شمس بقى. ايوه قبل ما امشي، عشان ايه؟ مش هنشوف الشمس هناك لمده 3 شهور مثلا. وشويه كلب متعبني. صح يا بابلو؟ صح يا بابلو؟ صح يا بابلو؟ صح يا بابلو؟ بابلو توحشني خالص. انتوا هنا بيهنين دول. ده يا جماعه ده جزء من ايه محمد؟ يومياتنا. انت شكلك اصلا مش باين. اه كده باين. متاكد؟ تقريبا. لا هروح اكلم خالد. رايحين دلوقتي مع العائلة بافلو برجر علشان ناكل وبس. مش قادرة اكمل البرجر. دلوقتي روحنا وعندنا باقي العائلة برا في البيت. هغير. دلوقتي احنا داخلين على المطار ومتأخرين زي ما انا كنت برضه متأخرة. وانا رايح على المطار توتر بتاع خايفة تنسي حاجة كده يعني. ماما وحشك قد ايه؟ اوي اوي اوي. محمود ايه؟ ايه؟ وحشك قد ايه؟ ما تكتبش علي. انا شايفه ان انا برضو ببلى البيت. عدينا الحمد لله على المرام. ما يا رام، مش عارف فين الجيت بتاعي. فاحنا مش اول هناك لقيته. فاحنا نتمشى مع بعضينا دلوقتي. جماعه في خبر وحش، ان انا تقريبا عييت. يعني تقريبا دلوقتي بقيت عيانه وانا داخله على الامتحانات. انا رايحه البيت، مش بيتي، انا رايحه بلجيكا. قاعدة هناك لوحدي، حياة هناك، عشان تعرفوا قد ايه انا محظوظة. عشان كنت رايحة ناحية غلط تماما.
اه شايفه الناس بالبورد هناك. وصلنا دلوقتي مستنيه الشنطه ومش اشوفكم في البيت عشان مش قادره اتكلم خالص. اه في القطر هنشوفكم فين، انتوا هتشوفوا معايا هنكتشف مع بعض.